قد تستغرب في بادئ الأمر ما يقوم به هؤلاء الشبان على قارعة شارع أبي بشمال لندن، إلا أن الصورة سوف تتضح لك عندما تكتشف أنهم يريدون محاكاة نجوم فريق البيتلز الذين مروا في هذا المكان منذ 40 عاما، وقد أعطى كل واحد منهم لنفسه اسم أحد نجوم الفريق. أندريا آلياس بول مكارتني، بول مكارتني، سامويلي، سامويلي، جون لينون، جوليو، جوليو رينجو ستار، أمي جورج هاريسون. هذا الوضع الذي يظهر عليه أعضاء فريق البيتلز تم تصويره 6 مرات، إلى أن استقر الاختيار على تلك الصورة التي أضحت غلافا لأحد ألبومات الفريق الشهير. وبحسب عشاق البيتلز فإن الشارع لا يختلف كثيرا عما كان عليه عندما وطأت أقدام نجوم الفريق الغنائي عليه منذ 4 عقود. لا نستطيع أن نغادر لندن دون أن نزور شارع أبي الشهير. إننا من عشاق البيتلز كما ترى من خلال قميص زوجي. إلا أن توافد السياح على هذا الشارع أصبح مصدرا لإزعاج السائقين الذين يفاجؤون بوقوف متكرر لمحبي البيتلز الذين لا يكتفون بهذا الأمر بل يكتبون على حوائط الشارع كل ما يؤكد على عشقهم لموسيقى الفريق.